الو، ما قوري بوكرتوف الونزاي هاوكوغوتشي لانو مسلم. في صبيحة السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 1973، لم يكن النعاس قد غادر عيني رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إلياهو زعيرة حين تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الموساد ينذره بهجوم مصري وشيك. كريم تليفون لصغى بتخون. سارع زعيرة إلى طلب اجتماع عاجل عقد في 58 دقيقة من صباح اليوم نفسه، ضم رئيسة الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان وعددا من كبار ضباط جيش الدفاع. تباحث المجتمعون بشأن فرص إجهاض الحرب بتوجيه ضربة استباقية أو إطلاع مصر وسوريا، أن إسرائيل عرفت نيتهما، واحتد الجدل بينهم بشأن توقيت وحجم تعبئة احتياطي الجيش المطلوب. لكن شيئاً ما بداخل رئيسة الوزراء ووزير دفاعها ظل يرجح أن المصريين يراوغونهم من جديد حتى كانت الصدمة. كان النازي مدخيل ما تسريم يتسئولي حتى فاما السفيت يدهرومني فيت خاهرة. חייל הולך, חייל חוזר, אבל תמיד אחד חסר, והחשבון שאין לו סוף חייב לחלוף. שירו, שירו, שירו. لم يكن للانتصار السهل الذي تحقق لإسرائيل في حرب 1967 تأثيره البالغ في تخدير الشعب الإسرائيلي الذي عاش أوهام الجيش الذي لا يقهر فحسب، لكنه أيضاً أصاب جاهزية الجيش الإسرائيلي وقياداته في مقتل، حتى أفاق الجميع على واقع محاكمات وتحقيقات تفتش عن أسباب التقصير. شعرت إسرائيل بتضخم شديد جداً للذات، وحتى هم نشروا فكرة وقتها إن هم جيش لا يقهر ولا يهزم أبداً، وإنه العرب دول يعني لا يمكن أبداً إن هم يخافوا منهم أو يضعوا لهم أي حساب أو أي تقدير. ومرت السنوات ويعني هذا المعتقد ليس فقط لدى الإسرائيليين، وإنما كون الصورة الذهنية للجيش الإسرائيلي وللجيوش العربية في العالم كله. بعد حرب 67 كانت قوات الجوية المصرية في أضعف حالتها، كان من غير المنطقي أن تحمي السماء المصرية وأن تدخل للعمق الإسرائيلي وأن تهاجم المطارات الإسرائيلية لمنع القوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة من أنها تعترضها أو تتعامل معها. نظرية المخابرات العسكرية كانت قائمة على أنه مصر لن تخوض الحرب ضد إسرائيل إلا بعد أن يصبح عندها 5 أسراب مخدرات ميراج، لانه هذه المخدرات هي القادره على انها تغطي ال5 مطارات اللي كانوا موجودين في سيناء، فتم حدوث ضربه جويه اسرائيليه. هذا من ناحيه مصر، اما من ناحيه سوريا فكان تقدير المعلومات الاسرائيلي ان سوريا لن تخوض حرب دون مصر، وبالتالي ليست هناك حرب. هذا الوضع ادى الى حاله من الخمول في التقديرات الخاصه بشعب الاستخبارات العسكريه أمان. ومن ثم كل المعلومات والتحذيرات الاستخبارية التي كانت تصل لإسرائيل كانت تقاس على هذه المعادلة.
بمرور الوقت صدقت إسرائيل أكذوبة الجيش الذي لا يقر، واستقرت في عقيدتها بوصفها حقيقة لا تقبل الشك، حتى سقطت في شراك مفهومها الأمني القاصر، وأفاقت على لهيب القاذفات المصرية تدك حصونها وتطيح بأساطيرها. كانت التحذيرات الاستخبارية تنبئ الإسرائيليين بأن الحرب قد تقع عند السادسة مساء، وابتدوا يستدعوا القوات على الأساس ده، وابتدوا يبلغوا الجيش القوات الجيش للاستعداد على الأساس ده. وفي أثناء اجتماع الحكومة الساعة 2 الظهر فعليا جالهم بلاغ بأن الحرب ابتدت. الناس زي ما تخيل. في الواقع كانت سفارات الإنذار تدوي في هذه اللحظة في تل أبيب وفي جميع المناطق الإسرائيلية. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן בשל פעולות מטוסים. כסר עזיז וטעירת המסריה ודווי ולמפיגרת חלת הסמת ולסטרחה אלתי עשה השעב הישראלי ופי ذلك اليوم. ووجد المحتفلون بعيد الغفران أنفسهم مساقين إلى قتال لم تعد له العدة جيداً، فكانوا كمن يساقون إلى الموت. عيد الغفران بالنسبة لليهود كان حتى ذلك الوقت عيد يمتنع فيه العمل تماماً، وكانت المواصلات العامة غير متوفرة، وأصبح الإسرائيليون المجندين احتياط في المدن الإسرائيلية لديهم شكوك في قدرتهم على الوصول إلى الجبهة. حتى وزراء الحكومة ملتزمين بمراسم العيد وطقوس العيد، وبالتالي كانوا كلهم كل واحد منهم في الضيعة بتاعته أو في بيته وقاعد وقافل على نفسه، ومفيش اتصال تليفوني وما بيردش على تليفونه، وما فيش اي استجابه لاي حاجه. حتى رئيس الحكومه خلت السكرتير بتاعها يحاول يتصل بوزراء عشان يعملوا اجتماع الحكومه، ولم يتمكن من الاتصال باحد. اوف اخد له اغنيه. كان حصار له اغنيه من سبع بايت. اوف اخد له اغنيه. وكانت الحرب كالصدمة التي وقعت فوق رؤوس الإسرائيليين كالصاعقة المفاجئة. مع إشراقة شمس اليوم الثاني من المعركة انكشفت حقيقة الخسائر الفادحة التي مني بها الجيش الإسرائيلي في جنوده واعتاده، حقيقة كانت أكثر سطوعاً من أن يستطيع جنرالات الجيش المترنحون تحت وقع الصدمة إنكارها، رغم ما دار بينهم من خلاف في أثناء اجتماعهم مع رئيسة الوزراء. حتى حسم وزير الدفاع مشيديان الأمر ورسم بكلماته ملامح هزيمة تتشكل على الجبهة المصرية. צריך לגמור עם זה, מי שבשבי ושבי, מי שיפרוץ החוצה, יפרוץ החוצה, ולייצר את הקו הזה. אני מודאג מה יהיה הלאה, כן? אני זוכר את המלחמה על ארץ ישראל. وزير الدفاع مشيديان عاد من الجبهة في يوم 7 أكتوبر منهار نفسيا، واجتمع بمجلس الوزراء ليطلعه على ما دار على الجبهة وما رأى. طلب ديان من الحكومة أن تصدر الأوامر فورا بانسحاب الجنود الإسرائيليين من خط بليف، وأن الهدف لم يعد الاحتفاظ بسيناء، الهدف هو الحفاظ على إسرائيل من الزوال. وخرج يهذي من اجتماع أمام الصحفيين بأن هناك خراب هيكل ثالث. الخراب في الفكر اليهودي حصل مرتين، مرة مع السبي البابلي ومرة مع السبي الروماني، وتم إجلاء كل اليهود من أماكن سكنهم إلى الدولة الغازية. وبالتالي هو لما بيتحدث عن الخراب الثالث بيتحدث عن تدمير كامل لإسرائيل واحتمال أسر كل أفراد الشعب اليهودي وإجلاءهم إلى مصر وسوريا. وبدأوا ينظروا إلى وجودهم الضئيل في وسط هذا المحيط العربي
يحسوا بالخوف والخطر الشديد. كانت هناك صدمة كبيرة لدى جولدا مائير بشكل شخصي، وكانت تعد نفسها منذ اللحظة الأولى لكي تفلت من الحساب، لكي تقلل خسائرها، وبالتالي استوعبت الانتقادات الحادة والشرسة بخصوص أدائها السياسي، وخاصة تأخر عملية اتخاذ القرار في استدعاء قوات الاحتياط. المجتمع الإسرائيلي قبل القيادة الإسرائيلية أدرك حجم الزلزال الذي حدث، لأن مجتمع صغير جداً، خدمة الاحتياط فيه هي ثلث المجتمع. حدث حالة من الغضب المجتمعي والغضب الشعبي على القيادة السياسية والقيادة العسكرية، وبدأ للمراقبين في إسرائيل وبدأ للشارع السياسي في إسرائيل أن جولدا مائير لا تود تشكيل لجنة أو لا ترغب في تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث. بعد نحو ساعة من اجتماعها مع ديان، كان على رئيسة الوزراء جولدا مائير أن تواجه موجة عاصفة من الاتهامات من وزراء حكومتها، وتتلقى الأسئلة عن أسباب التأخر في استدعاء قوات الاحتياط. حينئذ احتدى ناتان بليد وزير استيعاب المهاجرين على جولدا متسائلاً عن السبب في تأخر إعلان التعبئة العامة. كانر إيني تكانو إم خسريك شغون. إماتار سي بعدت خكيرة أني هوليخت عالزي. جيفريت مئير أت متسهرة بهين سيدك لمار. بعد أن حصرت جولدا من الرأي العام الغاضب، أدركت أن الأمر خطير جداً، بحيث لا يمكن إخماده بالإطاحة بعدد من قيادات جيش الدفاع. كانت هناك انتقادات حادة من داخل الائتلاف الحكومي نفسه وداخل الرأي العام الإسرائيلي، وهي بسرعة شديدة قالت إنه ليس لدي مانع من أن أرد من خلال لجنة التحقيق. حتى أن ضابط إسرائيلي على الجبهة المصرية عانى من ويلات الحرب ويدعى موتي أشكنازي، أقام خيمة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وأعلن إضرابه عن الطعام لمدة 48 ساعة حتى يتم فتح التحقيق وتعليق الجرس في رقبة الفاشلين والمقصرين. إزاء هذا الوضع المتفجر تم التفكير في إنشاء لجنة أكرانات. هايم هيو مخدلين وإلو مخدلين هيو במערך הביטחוני של ישראל ערב יום הכיפורים ובמהלך המלחמה. החל מהיום יעסקו בסוגיות אלה חמישה: השופט משה לנדאו, הפרופסור יגאל ידין, חיים לסקוב ודוקטור יצחק נבנצל, השופט דוקטור שמעון אגרנט. القاضي شمعون اجرنات هو صديق شخصي لجولدا مائير. كانت تضع في ذهنها انها هي التي عينت هذا القاضي شمعون اجرنات. قاضي هو قضى فتره طويله 11 سنه في كرئيس للمحكمة العليا في إسرائيل، لكن تعيينه كان تعيين سياسي، بمعنى أن الساسة كان يعدونه خط رجعة أو خط أمان إذا ما استدعى الأمر لكي يدافع عنه مع المصالح. كانت مشاعر الخوف تعتصر رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا شمعون أجرنات المكلف بقيادة لجنة التحقيق على مصير أصغر أبنائه روني، الذي انقطعت أخباره منذ افترق على وقع صافرة الإنذار ظهيرة يوم الغفران لينضم إلى قوات الاحتياط. روني بسيد الجمهور قلت أدعك شمون هيكار مدي يوم أني مدبيرة عنهم فكين شنو ميكافي شي أسيوت هزي بيكامير ماهير. اللجنة تشكلت من 5 أعضاء، وضم إليها واحد اسمه مشيل لانداو يحل محله في حال تغيبه هو لأي أسباب. كان أيضا رفيقه في عضوية لجنة أجرنات، كان لهما تاريخ سياسي واشتباك مع المستوى السياسي لا يمكن أن ينفصم، حتى على حساب روني ابنه الذي كان على الجبهة الشمالية جبهة الجولان، والألام التي صاحبت المخاوف والخسائر. ثم مراقب الدولة ووجدوا أن اللجنة دي ليس فيها مكون عسكري، وبالتالي لجأوا لاختيار
2 من رؤساء الأركان السابقين للمشاركة في هذه اللجنة. لجنة تحقيق أجرانات دي من الحاجات اللي بتثبت التقصير أو الفشل الهزيمة الإسرائيلية. 5 أعضاء دول كانوا هم اللي بيديروا التحقيقات لمدة ما يقرب من حوالي 140 يوم، شاركوا في أكثر من 140 جلسة في مع كل المسؤولين الإسرائيليين سواء سياسيين أو عسكريين. رضخت جولدا لمطالب تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الهزيمة لتباشر اللجنة أعمالها في 21 من نوفمبر 1973 برئاسة رئيس المحكمة العليا شمعون أجرانات. أتمت سهر بهن سيدك لمر إتها إمت جيفريب مئير ألوف إيلازار لمر إتها إمت. أمام لجنة التحقيق سئل مشيديان عن السبب في اعتقاده أن مصر لن تستطيع شن حرب، فألقى باللائمة والمسؤولية كاملة على رئيس شعبات الاستخبارات العسكرية الذي كان واثقاً من عدم قدرة مصر على خوض حرب، مبرراً انصياعه كوزير للدفاع لتقدير رئيس شعبات الاستخبارات العسكرية بأن إلياهو زعيرة كان على صواب في تقديراته في كل المرات السابقة، ولم يكن هناك ما يدعو هذه المرة إلى الاعتراض عليه. مصر وأجهزة المخابرات المصرية استغلت الصراع الدائر بين أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية والتنافس على مسألة الحصول على المعلومات والتعامل معها في أنها ترمي بعض البيانات والمعلومات التي كانت تعمل شكل من أشكال التعويد لدى القوات الإسرائيلية على مواقف وقرارات وإجراءات حرصت الدولة المصرية على عدم تحقيقها. كان ديان يغار غيرة شديدة من دافيد العزار، وكان بينهما احتكاك دائم في مجلس الوزراء واختلاف في الآراء. أراد رئيس الأركان في ضوء المعلومات الاستخبارية المتوفرة أن يعلن التعبئة الشاملة. في المقابل أراد مشي ديان أن يكتفي بتعبئة جزئية. أراد دافيد العزار أن يعبئ حوالي 200,000 جندي تعبئة شاملة، في حين وافق مشي ديان على تعبئة 60,000 إلى 70,000 جندي فقط. في هذه اللحظة كانت تميل جولدا مئير إلى الموافقة على التعبئة العامة حفاظاً على أمن إسرائيل، لكن مشي ديان لوح بالاستقالة. גם ביום גורלי כזה אתה רק חושב על הבחירות. كان الاتهام بالخوف والتردد في إعلان التعبئة العامة يطارد رئيسة الوزراء جولدا في مختلف المحافل السياسية والعسكرية. فمنذ مايو أيار 1973 كانت جولدا التي وقعت في شباك عملية الخداع الاستراتيجي تخشى إعلان التعبئة العامة، فيبدو الأمر أمام العالم بمنزلة إعلان حرب من جانب إسرائيل يمنح العرب حق إطلاق عمل عسكري ضدها. في الوقت نفسه كانت تخشى أثر التعبئة الاقتصادي والنفسي في الشعب الإسرائيلي الذي يمني نفسه بأوقات هادئة في عيد الغفران، وقد حان الوقت لتتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام فيما حدث. أخبر رئيس لجنة التحقيق شمعون أجرانات جولدا مئير بأنها مستدعاة للسؤال عن المعلومات التي توافرت لديها عن نية العرب شن الحرب، لا سيما منذ إسقاط الطائرات السورية في 13 من سبتمبر أيلول 1973 الذي أعقبه كثير من التحركات على الجبهة السورية. أجابت جولدا بأن تقديرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية فسرت التحركات على الجبهة السورية بأنها إجراءات دفاعية، وأن سوريا تخشى هجوماً آخر تقوم به القوات الإسرائيلية ضدها، وهو ما أثار غضب المحقق الذي علق متعجباً: إذا كنا نحن من قام بالهجوم عليهم وإسقاط طائراتهم فلماذا يخافون؟ شهيم خوشيشيم ميها جوفاشيلانو
يوم 13 سبتمبر حصل إسقاط ل 13 طائرة حربية سورية، ودي كانت جزئية مهمة جدا ساهمت في تقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية أنه مش هيحصل حرب. وفي تقديرات أخرى قالت أن سوريا خايفة من هجوم إسرائيلي. عن جهية القوة خلت القادة الإسرائيليين حاسين بأنهم الجيش الإسرائيلي قوي جدا، وبالتالي محدش هيبادر لضربه، يبقى هم خايفين لحنا نضربه. سئلت جولدا عما إذا كانت قد أحيطت علما بلقاء رئيس الموساد تسيفي زامير بعميله في لندن فجر 6 أكتوبر 2021، حيث تلقى إنذارا بالحرب. أقرت جولدا بمعرفتها بأن تسيفي زامير تلقى إنذارا بالحرب، وأنه أبلغ بذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إلي زعيرة المسؤول وحده عن تقدير الموقف. إملاك كان عميل للموساد، فكان اللي بيشغله تسيفي زامير، وكان بينقل بناء على كلام الملاك تقديره لزعيرة بأنه ممكن يكون في حرب أو ما فيش حرب. حصل أكثر من مرة أنه نقل تقديرات بأنه الملاك بيقول أن في استعداد لحرب وفي حرب هتحصل، وبعد ما يتعاملوا مع الأمر بجدية تبين أن التحذيرات كانت خاطئة. وبالتالي ابتدى زعيرة يفقد ثقته فيما يصل إليه من عن طريق زمير من الملاك. تحقيقات لجنة الإجرامات كشفت عن صراعات القوى في إسرائيل، كان من أبرزها الصراع العلني بين تفيكا زمير اللي هو رئيس الموساد وإيلي زعيرة رئيس أمان أو مخابرات الحربية الإسرائيلية. إيلي زعيرة كان بيعتد بنفسه قوي، وبالتالي رفض أي محاولات من جانب تسيفي زمير اللي هو رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالتحذير من إمكانية حدوث عمليات أو تنفيذ عمليات نتيجة اطلاعه على بعض المصادر اللي وفرت له بيانات، وهي أيضا بيانات مسربة ليهم للتأكيد على أنه هناك أكثر من توقيت للحرب، وبالتالي يحدث حالة من اللغط داخل إسرائيل إذا ما كانت مصر هتحارب حقيقة أم لا. بصغة بتخون بتودي عميات لشكات هرمتكال. بدا ان الجميع يتنصل من مسؤوليته تجاه الهزيمه، ملقيا باسبابها وتبعاتها على كاهل رئيس شعبه الاستخبارات العسكريه إيلي زعيرة الذي خضع للتحقيق ايضا. هائم لو هيا لخيم مداع الهم الخماي بصوف سبتمبر. أمام لجنة التحقيق رفض زعيرة إلقاء المسؤولية عليه، مؤكداً أنها لم تكن المرة الأولى التي يتلقى فيها إنذاراً بالحرب ثم يثبت كذب المعلومات بعد أن تكون قد كلفت إسرائيل تبعات التعبئة العامة من شل للاقتصاد وتعطيل للحياة، كما شكك في مصداقية المعلومات التي كان مصدرها عميل رئيس الموساد تسيفي زامير. حضر رئيس الموساد تسيفي زامير للسؤال عن طبيعة المعلومة التي تلقاها صبيحة يوم الغفران من عميله في لندن وعن صدقها. أجاب زامير بأنه تلقى في البداية مكالمة من عميله وردت فيها كلمة مشفرة تفيد بأن هناك أمراً خطيراً، فاضطر إلى السفر للقائه في لندن ليتلقى تحذيراً بوقوع الحرب في المساء، وأنه قام بدوره في نقل المعلومة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إيلي زعيرة. שאני ער לזה שידיעה שאני מפיץ יכולה לעורר היסטריה. האלוף זעירה הציג בפנינו ידיעות שונות שאספתם מהמלאך. כן, יקול להם انه عند الضروره سيقول لهم كلمه سر اللي هي بوتاسيوم. بوتاسيوم معناها ان هناك حرب ستندلع. هو كان يعمل لصالح مصر بإشراف مباشر من القيادة السياسية، فبالتالي استطاع أن هو يخدع الجانب الإسرائيلي. أنا لو مكبل إتزي. في 3 أكتوبر 73 كان في تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية أمان أعدته الوحدة 8200، وكان هذا التقرير بيتحدث عن عملية إخلاء أو إجلاء
العائلات الروسية أو السوفيتية في هذا التوقيت من كل من مصر وسوريا. السوفييت كانوا رافضين مثل هذا الإجراء، وبالتالي خدوا الإجراء اللي يكشف المخطط المصري والسوري لتنفيذ العمليات على الجبهتين الشمالية والجنوبية بالنسبة لإسرائيل. مهيم هاتسي أديم شينين كتو لأخر يتساءات. في جلسة أخرى للتحقيق سئلت جولدا مئير عن الإجراءات التي اتخذتها بعد معرفتها بمغادرة الأسر السوفيتية مصر وسوريا قبيل الحرب. أجابت جولدا بأنها جمعت القيادات العسكرية للتشاور بشأن أسباب إجلاء أسر السوفييت عشية يوم الغفران، لكن ذلك لم يغير من تقدير رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الذي قلل من أهمية الحدث. كان على لجنة أجرانات استدعاء رئيس الأركان دافيد العزار أيضاً لسؤاله عن أسباب عدم استدعائه كل احتياطي جيش الدفاع بعد معرفته بمغادرة أسر السوفييت. أجاب رئيس الأركان بأن تقديرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قللت من خطورة التحركات التي كانت تجري على الجبهة المصرية منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول، معتبراً إياها إجراءات اعتيادية ضمن تنفيذ المناورة تحرير 41 التي تشبه مناورات سابقة. همودييني شلفني هم الخمام وأمنام هيوم أني خوشف شهيا لنو خمر هترعتي خمور لو هتبرش كراوي. كان مسار التحقيق يحكم طوق الاتهام حول رقبة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إلياهو زعيرة الذي راح ضحية خطة الخداع الاستراتيجي التي أحكمها السادات وأجهزة الاستخبارات المصرية قبل أشهر من اندلاع الحرب. كانت قضية التردي في أوضاع الانضباط العسكري داخل صفوف الجيش الإسرائيلي قبيل حرب أكتوبر وفي أثنائها واحدة من أهم القضايا التي أثرتها تحقيقات لجنة أجرانات بعدما نجحت في رصد عدد من الوقائع التي أسهمت في تفسير كارثة الهزيمة في حرب 1973. وقد يرى البعض أن الانضباط العسكري لا مجال لمناقشته في شيء كالحرب. بعض الوحدات في الجيش الإسرائيلي كانت بتسرق المعدات من الوحدات الأخرى عشان تعرف تحارب، فبالتالي الوحدات اللي سرقت معداتها ما بتعرفش تحارب، فده إخفاق شديد جدا داخل الجيش. نفس الوضع بالنسبة لشموئيل جونين اللي هو قائد الجبهة الجنوبية، قائد الجبهة المصرية. نظام الاستدعاء الإسرائيلي فيه حاجة غريبة، إنه بيستدعي قادة سابقين. فلما استدعى مثلا واحد زي أرييل شارون، أرييل شارون خدم كرئيس المنطقة العسكرية في وقت من الأوقات، وكان شموئيل جونين بيخدم تحتيه كمرؤوس له. فلما استدعى شارون خدم كرئيس في الحتة دي، فمش قادر يطوع نفسه كمرؤوس وكان لا ينصع للأوامر، فكان يشعر جونين بمرارة مزدوجة، أولاً للإطاحة به من خلال الإذاعة خلال وسائل الإعلام دون أن يتم إحاطته حتى يتم ترتيب التسليم والتسلم. سئل رئيس الأركان دافيد العزار عن حقيقة عدم الانضباط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، فأشار إلى واقعة اصطحاب الجنرال أريك شارون صحفيين يرافقونه إلى الجبهة في استعراض واضح يضر بسير العمليات العسكرية وسريتها. كما رفض الاتهامات التي وجهها شارون بضعف الأداء العسكري لقائد المنطقة الجنوبية شموئيل جونين، معتبراً أنها اتهامات شخصية. بدا رئيس الأركان أكثر انحيازاً إلى ابن جيله من العسكريين الجنرال شموئيل جونين في صراعه مع شارون الطفل المدلل لوزير الدفاع حينذاك موشي ديان. الدور الزيش الشيفين والشلوش هو أولي على الدور של 67 شعلها على الدور של 58 شعلها على الدور של 48. كان لديه
قدر كبير من الإحساس بالمظلومية، وبأن قادة الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع موشي ديان يحابون اللواء شارون ويعتقدون في إمكانيات شارون العسكرية أكثر من إيمانهم بقدرات اللواء جنين. مع نهاية جلسات التحقيق الخاصة برئيسة الوزراء، سئلت جولدا عما إذا كان لديها ما يمكن أن تضيفه إلى شهادتها، فأجابت في تملق واضح للجنة التحقيق بأن زملائها في العمل يشهدون بأنها تثني على عملهم 3 مرات كل يوم. كانت رئيسة الوزراء جولدا مئير مطمئنة إلى نتائج التحقيق التي ستبرئ ساحتها، في حين تبحث عن كبش فداء يساق إلى مذبح الجماهير الغاضبة في الشارع الإسرائيلي. سهر بهم صدق لمر اتها امت كين 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 اتا ما سهر بهم صدق كين 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 لمر اتها امت. ألقت نتائج التحقيق بمسؤولية الهزيمة كاملة على كاهل القادة العسكريين، لتنهي بذلك مسيرة عدد من القيادات العسكرية التاريخية الذين لاحقهم عار الهزيمة أمام الشعب الإسرائيلي حتى الأيام الأخيرة من حياتهم التي وصفت نهاياتها بالمأساوية. مارست اللجنة أعمالها قبل أن تصدر تقريراً مرحلياً في 1 إبريل 1974. اتهم القيادات العسكرية بالفشل والإخفاق والمسؤولية عن الهزيمة العسكرية. وجه سهام غضبه ونيران غضبه، وكان يحاول محاصرة العسكريين أثناء التحقيقات. اللجنة براءة المستوى السياسي الممثل في جولدا مئير ووزير الدفاع من المسؤولين، لكن في المقابل كانت هناك إدانة لرئيس الأركان وإدانة لقائد المنطقة الجنوبية ومدير المخابرات العسكرية بشكل خاص. شايلوهم الليلة علشان ما يبقاش موشي ديان وجولدا مئير متهمين اتهام حقيقي. فخرجت المظاهرات تطالب باستقالة جولدا مئير وموشي ديان، وفعلا استقالوا بعد كده تحت تأثير ضغط شعبي. היום מסר ראש הממשלה על כוונתה להגיש היום לנשיא המדינה כתב התפטרות מתפקידה. הממשלה הנוכחית תמשיך במילוי תפקידיה עד שתיקון הממשלה החדשה. הממשלה המשיכה את דיוניה במסקנות והמלצות של ועדת החקירה מלחמת יום הכיפורים. ומן יטלע על וثائق لجنة أجرنات يدرك تماما أن إسرائيل منيت بهزيمة شديدة على يد الجيش المصري، وأن القيادات الإسرائيلية أصيبت بانهيار معنوي أدى إلى أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت جولدا مئير تفكر في الانتحار، وأدى إلى إقالة قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء شموئيل جنين الذي عاش في المنفى في أفريقيا الوسطى وعاش مكلوما، و والمقربين منه يؤكدون أنه مات بجلطة قلبية نتيجة إحساسه بالتسبب في هزيمة إسرائيل، وأدى إلى إقالة رئيس الأركان الإسرائيلي دافيد العزار الذي عاش منفيا ومات في إيطاليا مكلوما بجلطة قلبية أيضا، وأدى إلى أن موشي ديان تم تشويه صورته من بطل إسرائيلي محارب إلى جندي إسرائيلي مهزوم، وأدى إلى إقالة رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية ومنعه من تولي أي منصب، وإصابته بلوثة وتسريبه لمعلومات خطيرة جدا عن الأمن القومي الإسرائيلي. نيل زائر تحول إلى مصدر معلومات من هذيانه وجنانه أنه هو تحت الضغط الشديد بيشيلوه هذه المسؤولية وبيكفر بالقيادة السياسية. سرب معلومات غاية في الخطورة عن الأمن القومي الإسرائيلي والعملاء الذين تعاملت معهم إسرائيل.
لم يتوقف تأثير الهزيمة في الداخل الإسرائيلي عند الإطاحة بكثير من القيادات السياسية والعسكرية، وإنما امتد إلى نشوب عاصفة طالت كل المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية بعد هول الصدمة التي عصفت بما سموه الأسطورة التي لا تقهر. حرب 73 تركت آثار تمتد لسنوات طويلة، غيرت خالص من استراتيجيات الفكر الإسرائيلي والتخطيط الإسرائيلي ونظرتهم لمصر وللعرب. كان جزء من توصيات لجنة استحداث وحدة لدراسة تقدير الموقف هاف 5 تبرا، دي معناها أنه دراسة الأمور بشكل عكسي، يعني ضع مكان نفسك مكان العدو وقل ما ستفعله لو كنت مكانه، وبناء عليه نناقش المسألة من وجهة نظر العدو. وبدأ الاتجاه بقى دلوقتي لأن هو يفكر يقولك لا أنا حرب تاني، لا بعد اللي شفته ده حرب تاني لا. ظهرت حتى أغنية شعبية وقتها أنه بحق الذين احترقوا في الدبابات وبحق الطيارين الذين اشتعلت النار في أجسادهم في السماء، أعدك يا ابنتي أنها ستكون الحرب الأخيرة. أني مرتي أخلاق يلدى شليك تعنى شزوت تهيها ملخمة أخرنا. سنتين كاملين الإعلام الإسرائيلي بيقول إنه في فشل وفي إخفاق وفي تقصير، لأنه الإعلام الإسرائيلي مش مسموح له إنه يقول هزيمة، تعبير هزيمة غير مسموح به في الإعلام الإسرائيلي. لما فاتت السنين بدأوا بقى يحاولوا إن هم يتناسوا ما حدث من أو يحاولوا يخلوا الناس ينسوا ما حدث ويقولوا لا ده احنا انتصرنا، يعني احنا عملنا احنا دخلنا العمق العمق مصر. ما يقرب من حوالي 2700 قتيل من الجيش الإسرائيلي، ما يقرب من حوالي 7000 جريح ومصاب، ما يقرب من حوالي 400 أسير تم أسرهم في هذه العمليات. كل ده كان بيشكل بالنسبة للجيش الإسرائيلي ضربة قاسمة. اللي عايز يعرف حقيقة ما جرى في الحرب يرجع للصحافة الإسرائيلية في الفترة من أكتوبر 73 لحد أول 76، هيبان تماماً أن إسرائيل هزمت تماماً، وكل صحفيين الإسرائيليين بيتكلموا عن تقصير وفشل وإخفاء. إسرائيل لا تفرض في أرض احتلتها أبداً ما لم تكن أجبرت بالقوة على الانسحاب منها. إذا لم تعيش الحرب فعليك بقراءة وثائق لجنة أجرانات، وبسهولة شديدة ترى المشهد الحقيقي لهزيمة إسرائيل على يد القوات المسلحة المصرية.